عنفي ان انا ضميت للاب. بص هقولك على حاجه، انا بنفي ان انا حاليا موجوده في الاب الروحي، بس ممكن بعد كده ابقى موجوده في الاب الروحي، لان الاب الروحي ما ننساش ان هو مسلسل طويل 300 حلقه، في 300 حلقه اكيد ممكن يظهر ادوار رئيسيه، فانا هيبقى ليا الاولويه لان انا دلوقتي بنت الشركه. يعني مفيش بقى تعاقد رسمي في عمل من اعماله مع الشركه، هو جالس لا لا مفيش، هو ودي تعاقد. اه ودي تعاقد ودي، يعني برضه بتنفي كلام ان تعاقد على ارض الوادي، وبتنفي الكلام ان انت تعاقدتي مع الشركه في مصر. ما حصلش كلام ان في، لا عند اللي مكتوب، لا 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 ما اتكتبش. لا اتكتب ان ريمون ار بيدعم وبيضم اصحاب جوائز المهرجان القومي، انما لا جاب سيره الاب الروحي ولا جاب سيره التعاقد، وهو يعتبر فعلا التعاقد يعني تعاقد ودي. يعني هو حصل ان احنا ان احنا دلوقتي ابناء الشركه، اي حاجه هتتم هيبقى فيها رجوع للشركه طبعا، ولكن مش هو الجلسه بتبقى خارج حاجه منها مطمنه منها فعلا في بصراحة. ده بالنسبة لي أوقع أو أحسن، إن يبقى فيه يعني يبقى فيه، يعني هو راجل محترم جدا، محبش يحبسني، يعني محبش يحبسني، وبس نفس الوقت أنا في دماغه، أنا في دماغه بقيت بنت الشركة، فهو الحاجة اللي هو يعني الموقف اللي هو عمله ده في صالحي مش ضدي. عمل في حاجة عايز تشتغل عنها يا ريت.